بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة في دقيقة، مادام الإنسان راه يمشي شوي فوت معكم الوقت بكلمات ممكن يستفاد منها الجميع. كان البعض هنا في الوقت الحالي كاين سؤال يطرح على الجميع ويتداول في منصات التداول الاجتماعي، اللي هو التحصين الدموي الفيروسي. أغلبية الناس تحوس على التحصين ويقول لك ما صدوش. نجدوا المعلومة من أول وجديد، بالرغم أننا في شهر فيفري ولا في شهر مارس قلنا باللي التحصين راح يكون ما كانش مستقبلا. نعاودوا نرجعوا لها ونعاودوا نأكدوا المعلومة. يا صديقي، التحصين الدموي الفيروسي اللي هو لاراجلي، هذا التحصين يا صديقي راه يجي من إسبانيا، ماهوش تاع بلادنا حنا. تستوردوا الجزائر من إسبانيا، تخدم في إسبانيا. هنا السنين اللي فاتت كانت العلاقات الجزائريه الاسبانيه كانت كاين تبادل تجاري بيناتنا، كاين استيراد وتصدير، كان هذاك التحصين يدخل للجزائر. مي مؤخرا مع الازمه الاقتصاديه هذه وازمه العلاقه اللي بين الجزائر واسبانيا، التحصين ما كانش غير متوفر كامل في القطره الجزائري. كاين البعض يقول لك راه يجيبوا في التحصين يجيبوا فيه كابا من اسبانيا، هذاك مهما كان يا صديقي مستحيل انك تدير فيه ثقه وتشريه وتحصن به ارنبك، لان الانسان اللي جابه من اسبانيا للجزائر راه دام وداه هذه المده. ممكن التحصين هذا تكون درجه الحراره ارتفعت فوق 7 درجات، التحصين راح يولي مرض، هنا معناتها ما تقدرش تشريه. الحل وش هنا؟ الحل يا صديقي سكر على روحك، ما تجيب ارنب من بر، ما تتعامل مع اي شخص يربي الارانب وتشك انه عنده الفيروس، خصوصا الناس اللي راهي تروح للاسواق. يا صديقي كي تروح للسوق جهه الارانب ما تفوتش فيها، لانك ممكن خطا صغير راح يكلفك كارثه، واذا دخل الفيروس راح يكمل لك كامل ارانبك. تبقى الناس اللي حابه تبدا مشروع جديد، وكل انسان واش يحب. انا شخصيا ننصح اي مربي، اولا رانا داخلين الصيف، تربيه شويه صعيبه وتلقى شوي مشاكل مع الارنب. ثانيا التحصين ما كانش، معناتها ما تقدرش تريسكي يا صديقي وديماري في مشروع البدايه نتاعو انك خاسر. هذه كانت المعلومه نتاع اليوم بالتوفيق، وان شاء الله تتحسن الاحوال ويدخل التحصين، وهذه نتمنوها، وان شاء الله السلطات تاخذ هذا بعين الاعتبار. على العموم نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.